طبعا احنا البانل بتاعتنا كانت على وسائل الدفع الديجيتال. طبعا يعني احنا سعداء جدا بان بقى في اهتمام كتير بالدفع الالكتروني، ان دي حاجه لسه جديده، حاجه الحكومه والبنك المركزي بيزق عليها بقاله فتره. الحمد لله شايفين ان دلوقتي الثمار بتاعتها موجوده. احنا كنا بقالنا فترة شغالين مع البنك المركزي على ان احنا ندعم الميكنة والشمول المالي خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة. الحمد لله احنا دلوقتي بنخدم اكتر من 150,000 شركة، والخطة بتاعتنا ان احنا نضاعف الرقم ده ان شاء الله في خلال سنة 23. بس احنا طبعا عندنا يعني حاجتين جدا مهمين. طبعا عندنا اكبر مؤسسه داعمه لينا هي البنك المركزي، هي دي اللي بتدينا الرخص وبيساعدونا. وفي وقت الكورونا عملوا مبادرات كتيره ليها علاقه بان هم يسهلوا الناس تفتح حسابات، وبيسهلوا للشركات انها يبقى عندها مكان دفع الكتروني او اكونتس ان هم يدفعوا الكتروني. فطبعا البنك المركزي كان اكبر داعم في خلال الفترة بتاعت الكوفيد ومن قبل كده للاستراتيجية بتاعت الشمول المالي اللي البنك يعني هو المترأسها. ومن الناحية التانية كان عندنا طبعا دعم من المستثمرين والفي سيز اللي بيستثمروا مع الشركة في خلال الفترة اللي فاتت. الحمد لله وي مانج ان احنا نريز حوالي اكتر من 68 مليون دولار على ثلاثة راوندز. الاخر راوند حوالي 50 مليون دولار، كانت في وقت طبعا صعب، بس احنا حاسين احنا وي فيري فورتشنت ان احنا عرفنا نقفل الراوند دي في الوقت ده، وعندنا تفاؤل جدا على المستقبل القريب.